بس عندنا على السلامة وآسفين على الرخامة. ما هو ده جزات اللي يسمع كلامي ويمشي ورايا لازم يتحمل أذايا. أهلا بيكم في رامز جنب الآخر، فلتبدأ المساخر. إيه رامز ده؟ شغل السير. لا لا لا، وقف السير، وقف السير. رامز أنت موديني في اللق. لا رامز بس. رامز ما تحذرش يا رامز. دخل الكلب. بص العى اوبا شغل السير. لا لا بس بص رامز رامز يخرب بيتك. وقف السير، وقف السير، وقف السير، وقف السير، وقف السير، وقف السير. ثواني خلاص. دخل الوحش. انا عارف يا جماعه ان انتوا بينكم وبين بعض مشاكل جامده جدا وما بتتجمعوش غير في الاقسام وفي المحاكم. كان شايف هتتجمعوا غير عند العبد لله. اوكي شغل التليفون. رامز ده يا رامز يلا اجري بقى اجري. طب انت عايز ايه؟ طب برافو عليك يا برافو عليك برافو عليك. بالراحه بالراحه على هادي على هادي على هادي. ايوه والنبي يا رامز. لا يا بنت والنبي يا رامز هتخسر فيك يا بنت وربنا يا بنت افتح الكلب. لا 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 ما تعليش السير زي ما انت على السير كده. اجري يا بنت اجري يا بنت. رامز يا شغال اجري يا بنت. دخل الكلب دخل الكلب دخل الكلب دخل الكلب. وقف السير. بص يا اولاد عشان تطلعوا من الدهه السوداء اللي انتوا فيها دي لازم تتعاونوا. انا عارف ان انتوا مش بتطيقوا بعض بس طول الرحله دي لازم تتعاونوا. ايه في ايه هتتعاون؟ في انت هتعمل حاجه ثانيه؟ النفس الكوره. لا هتعمل حاجه بس. خلاص يا رامز. بصي بقى يا ماما الباب اللي ورا ده مفتاح لازم تتعاونوا. في خرم من دول هتلاقي المفتاح. يعني ادور فين؟ هنا في الاخرام دي. اللي هنا؟ دي ايوه الاخرام دي. يلا خش يا بت. دوستي على ايه؟ ابعدي. طيب ابعدي بتاخدي دش. افتح النفق. رامز ايه؟ للاسف ده المخرج الوحيد. يا رامز والنبي والنبي يا رامز. يلا يا بيبي بصي بقى هتضطروني اتنرفز بقى واعمل حاجات انا مش عايزها بصراحه. اخش فين؟ خش نفق. ده خش النفق. خش يلا ماشي خلاص. خش النفق. طيب. خش خش يا بنت. خش يا بنت. انت عامل كل حاجه مع بعض كده. خش 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 يا خش يا رامز. خش يا بنت. هدخل الكلب. خش عليك. خش يا بنت.